ما فيك تمرق من حي الجامعات وما تشدك ريحة الكعكة الطرابلسية عند الحاج ام عماد، حتى بسمتها لحالك بتشدها. يعني انا ببقى مرقة الصبح وبدي يصبحني ويصبح علي واخذ هيدي الروح الحلوة منها. من خيمة على رصيف الجامعة اللبنانية في النبطية، تواجه ام عماد صعوبة الاوضاع الاقتصادية بكعكة طرابلسية وضحك من القلب. بعبارة تفضل يا ماما، تستقبل ام عماد طلاب العلم يوميا حتى اصبحت جزءا لا يتجزأ من صباحاتهم. احنا كطلاب ضروري كتير ندعم هيك مشاريع، اولا لانها كعكة رخيصة وكتير طيبة، وانساني بهالعمر وهالروح الحلوة عم تشتغل على الرصيف لازم ما تكون بهيدا المطرح، لازم ندعمها اكتر توصل لمطرح اكبر، يصير عندها ان شاء الله مطعم بعدين وتطور هيدا الشيء وتوصل هيدا الكعكة كل العالم تصير تدوقها وتعرف قديش هي عن جد معمولة، مش بس بالطريقة الصح كمان بحب كبير، وعن جد روحي كتير حلوة. ونحن معودين كل ما نجي على الجامعة بناكل عند الحاج ام عماد على الكعكة الطرابلسية. كنت هونيك وهلا نقلت لهون الحاج. كيف ملايين انه انتو حابين تضل هون؟ ايه اكيد اكيد بنحب انه دايما نتفاجئ انه هي دايما تضل هون ام عماد وما تفال. لم تستسلم ام عماد يوما، استمرت في عملها رغم خسارتها للمكان الذي يأويها، فوجدت في الخيمة الصغيرة مساحة كافية لكسب الرزق الحلال. أنا زوجي توفى من 10 سنين وعم بشتغل، كنت بكفر رمان كعكة طرابلسية وكنت مستأجري محل، والحمد لله ماشي حالي. يعني 3 سنين ضلت بالمحل، طلعوني بالنسبة لأنه 200 دولار ومعش فيه يدفع للمحل 200 دولار، هون الطلاب ما كانوا يقعدوا بلاية، فجيت وصرت أوقف هون تحت الشجر بالصيف، بالشتاء عملت هون خيمة بخيمة الطلاب وهيني عم بيع. يعني وقت اللي بقينا نجيب كيلو الجبنة ب6000، هلا عم نجيبه ب180,000 كيلو الجبنة، لو بدي بيعها ب30,000 ب40,000 الكعكة الجبنة أنا خسراني، بس أنا هون الطلاب حاسة فين وحاسة بوضعهم يعني، وبقول الحمد لله. المهم إني يكون في طلاب ويكون في شغل، منقول الله عليهم اللي عملوا فينا هيك، اللي كنا نبيع الكعكة ب1500 بقت جيبنا مليانة مصاري، هلا عم نبيعها ب25 يا دوب نجيب الاغراض، لا عندي هلا اشتراك ولا اجار محل ولا شيء ومش ملحقه. ما حدا دقى برا الا ما قال الكعكه عند الحجه غير شكل. كنت بطرابلس واكلتها، كنت كزدوره انا وولادي واكلتها وحبيتها، بس توفى زوجي دغري جبت كانون وبلشت اجيب هيك الكعكه العصرونيه وسميناها كعكه طرابلسيه. بس هي الكعكة بتختلف عن كعكة الطرابلسية، هاي عصرونية بعملها أنا باسم الكعكة الطرابلسية. أم عماد المرأة المكافحة ليست هو نموذج لمن يقتاطون على الحب، فواجهت الحياة بصبر أيوب وكرم الطائي والكعكة الطرابلسية.